منذ عامين أو يزيد تواصل مدينة درنا مجابهة حصار فرض عليها من قبل ميليشيات الكرامة وطال كافة مفاصل الحياة. الحصار المشدد ألقى بثقله على كافة القطاعات وترك درنا أسيرة نقص المستلزمات الطبية وانعدام الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وبينما تحاول المدينة الخروج من عنق الأزمة، لا تجد ميليشيات الكرامة حرجا في منع شحنات الوقود والمساعدات الإنسانية من العبور نحو درنا. مسؤول الملف الأمني يحيى الأسطى عمر قال إن ميليشيات حفتر منعت الشاحنات من الدخول بحجة عدم حصولها على تصريح دخول للمدينة، أزمة قد تسبب انقطاعا كاملا للمياه عن درنا نتيجة نفاذ مخزون وقود الديزل في محطة التحلية البخارية بحسب منسق تجمع أهالي درنا عادل البرعصي. تصريحات البرعصي تشير إلى استنفاذ رصيد الصبر لدى المواطنين وأن مظاهر الحياة بدأت تضيق في وجههم أكثر فأكثر. لا يخفي الأهالي استياءهم من الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها بحقهم ميليشيات الكرامة دون أي مبرر، فمنذ ما يزيد عن أسبوع وصلت سيارتا وقود إلى المدخل الشرقي للمدينة بعد سنتين من الانقطاع، ولم تستقبل المدينة أي شحنات أخرى، ما يسهم في تعميق الأزمة. عامان من الحصار المفروض وتراكم الأزمات حولت المدينة إلى سجن كبير فرضته ميليشيات الكرامة ومارست بحق أهله سياسة عقاب جماعي. أمام هذا الكم من الانتهاكات لا يجد الأهالي حرجا في التحرك على مستويات عدة لمطالبة ميليشيات الكرامة بفك الحصار وتسهيل حركة الأفراد والبضائع التي تفتقر لها المدينة.